الراديو 90 90 هواها مصري. تعالوا بقى نشوف موضوع الاكل اللي له علاقه بايه، او اكتر نوع انت بتحبه من انواع الاكل ده ممكن يكون سمات شخصيتك عامله ازاي. يلا بينا. الصبح بالليل زي ما قلنا من شويه كده، محبي الاطعمه الحاره او السبايسي، فشخصيه عصبيه حاده المزاج والطباع، لكنها في الوقت نفسه حنونه وتمتاز بطيبه القلب، وتكون حذر جدا من اثاره غضبها او غيرتها. رقم 2، الناس اللي بتحب الاطعمه الايطاليه، يعني مكروناتك بقى والبيتزا وكل الكلام اللي فيه اللي بيتخن ده، او ما بيتخنش بالنسبه للناس قلنا ملناش دعوه. طيب الصفات الشخصيه اللي هي الناس اللي بتحب الاطعمه الايطاليه، شخصيه فريده من نوعها، بتحب المغامرات، بتكون بتحب السفر والرحلات. شخصيه ايه ده، ما انا بحب يعني الحاجات دي بس مش قوي، فين الرحلات فين السفر. طيب شخصيه كمان مستقله بذاتها وصعب ان انت تاثر عليها في قرارها. طيب رقم 3، الناس اللي بتحب الاطعمه المشويه، ولو انت ما بتحبهاش وبتاكلها في الدايت فعادي، اعتبر ان الصفات دي موجوده في شخصيتك هنعديها. شخصيه صادقه وهادئه، بتعمل في اغلب الاوقات على ان هي مصلحه اجتماعيه، بتكون محبوب من الناس اللي حواليها او محبوب الناس اللي حواليها، بتمتاز بالرشاقه، اهو مشويات رشاقه، اهو هنعمل ايه اكتر من كده، وتهتم كثيرا بصحتها ووزنها، او مجبره تهتم عادي. طيب الناس بقى اللي بتحب الاطعمه المقلية عكس المشوية خالص بقى، والمود التاني، بتكون شخصية متمردة الى حد ما، وكمان بيكون عندها رقي بالغ في التعامل، بتهتم كثيرا بالتفاصيل، وده بيكون سبب نجاحها في دراستها وعملها، و يعني اغلب الاوقات بتكون اهم حاجة بالنسبة لها التفاصيل في اي حاجة هي بتعملها. طيب الناس بقى اللي بتحب دايما الحاجات اللي هي السناكس والحاجات المقبلات والحاجات الصغننة دي، بس برضو يعني ليها مود معين، دي بتكون شخصية كسولة وبتعتمد على الغير في اشياء كثيرة جدا، ودايما بيكون شاغل بالها ان يكون مظهرها احسن حاجة، وتكون الجمال بتاعها واناقتها، وتحس ان الشخصية دي متفصلة اكتر على الستات اكتر، وبيكون علاقاتها محدودة. طيب الناس بقى اللي بتحب اللحوم، والناس اللي ليها مزاج اكتر في اللحمة، فبيبقى الصفات الشخصية بيكون عنده قوام ضخم نوعا ما، وبتكون شخصية اجتماعية عندها اصدقاء كتير، لكن في بعض الاوقات بيكون حد في الكلام، او لما بيجي يعبر عن رأيه في حاجة هو نفسه يقولها. طيب ده كان مجموعة كده من يعني الانواع الاكل اللي ليها علاقة بالصفات الشخصية. مكملين مع بعض في الصبح بالليل على الراديو 90 90. طيب هنعدي برضو على مجموعة من الاكلات مهمة جدا ما ينفعش ان احنا نفوتها، الناس اللي بتحب الخضروات والسلطة، اهلا وسهلا بيكم، بتكون صاحب شخصية حيوية ونشيطة، دائما هيكون عندك او بيتقال عليك كده ان صاحب الشخصية دي عنده يقظة، وبيبقى عنده استشعار للاحداث قبل ما تحصل كده، يقولك انا حاسس ان حاجة هتحصل، مش عارف ايه كده هيحصل، وبيكون عنده كمان نظرة تحليلية بصورة كاملة وبصورة لحد ما بتكون صح لأي موقف بيحصل. طيب الناس بقى اللي بتحب المأكولات البحرية، دي بيكون عنده شوية بيمتاز بالبساطة في التعامل وتلقائية، وبيكون مشرق، عارف كده بيبقى فيه بهجة في الموضوع لو انت من الناس اللي بتحب المأكولات البحرية او السيفود، وكمان بيكون عنده اهتمام بكل الاشخاص اللي حواليه. طيب اما لو انت بتحب الحلويات زي الشوكولاتة اللي فاتت كده بالظبط، فبيكون عندك انت او بيتقال عليك ان انت شخصية منفتحة، بيكون عندك حب الاستكشاف، وبتمتاز بخفة الظل، وفي الاغلب بيكون القوام ممتلئ شويه عشان شوكولاتات كتير وحلويات والكلام ده كله. طيب الناس اللي بتحب الاطعمه الملح، ملح زياده ملح كتير، او كمان اللي بيحبوا الاكل اللي بيصنف يعني الاطعمه الصينيه او الاكل الصيني تشاينيز فود والكلام ده كله، ده بيتقال عليهم انه ممكن تكون سماتهم الشخصيه انه يكون عنده ازدواجيه في الشخصيه، بيكون من وقت للتاني كده بيتمتع بشخصيتين، وبيكون صاحب مزاج متقلب، تلاقيه مدي على جوزاء كده شويه. يعني دول تقريبا كده انواع الاكل اللي ليها علاقه بينا كلنا او معظمنا بيحبها، فيا رب يعني يكون قلنا كل حاجه.